نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من الوكالة نيوز. استقبلت اليوم الجمعة منطقة آثار الهرم وسقارة بانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له. وقال أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم إن الزيارة في منطقة أهرامات الجيزة استغرقت قرابة 3 ساعات، شملت الهرم الأكبر من الداخل ومتحف مركب خوفو وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما. ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 658 جنيهاً للجرام، عقب صعود سعر أوقية الذهب من 1458 إلى 1462 دولار. كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن غموض واقعة قتل سيدة داخل شقتها في منطقة المقطم، وأن وراء الحادث ربة منزل كانت تحاول سرقة 19,000 جنيها قيمة جمعيات، وحرر محضر بالواقعة. وعلى الصعيد الفني، تشارك النجمة سوسن بدر في بطولة فيلم مش أنا التي يلعب بطولته النجم تامر حسني، والمقرر البدء في تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل. قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويعقد تامر حسني ومخرج الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقي الفريق. تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقي ببلاغ لمديرية أمن أسيوط ضد حمو بيكا بسبب إحياء حفل غنائي بإحدى القاعات الخاصة بمحافظة أسيوط، وتوقف الحفل بعد إجراء محضر ضده لعدم حصوله على ترخيص من النقابة بالغناء. أعلن عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار في جميع الأسلحة 2021 بموافقة الأغلبية ب 126 صوتا في كونغرس الاتحاد الدولي، وبذلك تنظم مصر لأول مرة في التاريخ بطولتي عالم للسلاح في عام واحد، حيث كانت نجحت مسبقا في الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021. تلقى الزمالك خسارة ثقيلة من مازن بالكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الفريق الكونغولي بمدينة لوباماشي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدى أبطال أفريقيا. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد طقس مائل للدفء شمالا مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا باردا ليلا، كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. قدمنا لكم نشرة الأخبار، شكرا لحسن متابعتكم. Thank you.